ثلاث طلاب يتسلقون سور المدرسة ويسرقون أجهزة بروجيكتور بالأسكندرية. خبر معانا بيقول: كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتبلغ لقسم الشرطة الثاني المنتزه بمديرية أمن الأسكندرية من مسؤول بإحدى المدارس بداية القسم باكتشافه كسر نافذة غرفة الحاسب الآلي بالمدرسة وسرقة 4 أجهزة بروجيكتور وثلاث شاشات واثنين سماعة خاصين بأجهزة الحاسبات الآلية قبل بدء اليوم الدراسي. بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، تبين أنهم 3 طلاب من بينهم 2 من ذات المدرسة. تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال تسلق سور المدرسة وكسر نافذة الغرفة المشار إليها والاستيلاء على المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.